معقولة ده كلام ما يخشش دماغ عيل صغير؟ ما أنا بيني وبينك مش مصدق الكلام ده برضو قوي، بس الغريبة إن أبويا مطمن له. معقولة العيلة دي تقع في بعض بالسرعة دي؟ هو من ناحية يقعوا في بعض فهم يقعوا في بعض وياكلوا بعض عشان خاطر قرش زيادة. أنا متأكد إن أبو سنة جه عشان يضمن له دور في اللعبة بعد ما خميس اداله كتفه وخرجه من الملعب. لا معقول يا براء، انت مزاجك يعني اليومين دول مش قد كده، مش عاجبني. بس انت عاجبني، طول عمرك عاجبني. ما انت جوزي يا براء، الشيطان اللي كان بيني وبينك راح خلاص لحاله. لما حسيت ان انت صادق وعايز تاخد ترى اخوك بجد كبرت في عيني قوي ودخلت قلبي وبقيت فوق راسي. ايه؟ انت كويسة؟ كويسة؟ يعني ما جبلكيش دكتور ولا حاجة؟ قلبي. يا مطرة، أنا كان نفسي أسمع منك الكلام ده من زمان، من زمان أوي يا مطرة. بس أنت يا مطرة أصلك كنت منشفة عليا أوي أوي. إنما ما قلتليش هو أبو سنة ده يعني كان جاي يرمي بياضه ولا كان بيقول كلام قلش كده؟ أبو سنة مين؟ أبو سنة اللي كنت بتحكيلي عليه. أبو سنة؟ لا طبعا كلام بجد، ده شكله وهو جاي زي ما يكون واقع من 17. ازاي ده جاب لنا مصارين افندينا من جوه، قال لنا على كل حاجه، ولسه هيقول لنا على كل دخاني الخميس وكل مخازنه، هيجيب لنا دهاليزه كلها. ده غير الخبطه الكبيره محضرها له الخميس. خبطة ايه؟ ابو سنة هيرس ابويا على الحوار كله وهيتقسموا مع بعض، هم اتفقوا على كده. اما مطر لو الخبطة دي تمت هتبقى ضربة قطم وسط بصحيح. والكابوس اللي على صدرنا ينزاح، وساعتها يا مطرة هاجي واحط ايدي في ايدك وقول لك الباقي في حياتك. عايزه تفهمي ايه يا كرام؟ عماله تلفي وتدوري حواليا، قولي لي يمكن اريحك. مش عايزه تفهميني؟ طب شاوريلي. انا لحد دلوقتي مش عايزه اقول لخميس ان انت اللي بتصنطي علينا من ورا الباب، عشان انت عارفه هيعمل فيكي ايه. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انا مش فاهمه منك حاجه يا كرامة. أنا حاسة بيكي، أنا طيبة قوي، بس يوم ما حد يدوسلي على طرف حمحيه خالص من على وش الدنيا. خلينا أصحاب أحسن. ما تخفي يا بنتي من الشرب ده. ايه ده يا ست هنا؟ اسأل المدام. عرفتي وانا مش داري. خمره يا كرامه، يا خساره يا كرامه. انت مش شاربي لك سيجاره حشيش؟ انت
توزن لك مزاجك وتعدل لك دماغك، انما خمره وصغطه كمان. الله 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 الله. مطواحي مطواحي مطواحي، يالله يالله بكره هجيبك من على النواصي. مطواحي يا كرامه، صحيح يا ما في الجراب يا حاوي. قصدك ايه؟ عايزه ترجعي؟ رجعي يمكن تفوقي. الحاوي ماله؟ في حاوي تحت؟ أمي أنا حاوي؟ أمي حاوي؟ شفت الخمرة بقى؟ شفت الخمرة؟ يخلي عندك تهيؤات إزاي؟ افتكرت إني أضربك، شفت الخمرة؟ مالها أمي يا كرامة؟ مالها أمي؟ الحقيني يا ميزة، الحقيني يا أبو، حوزي يا ميزة.